محمد الوهيبي. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، والتهاني القلبية للمضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي على فوز الجزيرة بالشوط الثاني وعلى ظهورها بهذا المستوى المطمئن لجماهير الشعار العنابي. يذكر بأن منصورة هي من فازت بالشوط الأول الرئيسي، القحيدي هو من فاز أيضا بالشوط الأول الرئيسي، والجزيرة هي من فازت بثاني أشواط البكار الثالث في المجموع. والملكية بطبيعة الحال لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، والتضمير لثلاثة الأشواط الماضية مع المراكز الأولى كان مع العملاق سلطان بن محمد الوهيبي. أيها الأعزاء، انطلق قبل قليل الشوط الثاني للجذاع القعدان الرابع من مجموع أشواط هذا المساء، والذي أقيم ورصد له 13 شوطا. مقدمة الشوط ومن يحتل المركز الأول الوعب لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، عملية التضمير مع سالم بن فاران المري، بينما المركز الثاني من يتقدم هنا القحيدي لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، التضمير مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، ويليه على المركز الثالث ويتقدم هنا ربما السعدي لسعادة الشيخ القعقاع أو الريان لسعادة الشيخ، أو هنا السعدي بالفعل لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، التضمير أيضا مع سلطان بن محمد الوهيبي مضمر الجزيرة من فازت قبل قليل وانقضت إلى خط النهاية بهذا العرض وهذا المستوى الممتاز، وأيضا بمعلومات خفيفة وطفيفة تمنى لها التوفيق ولهذا الشعار في السباقات القادمة وفي أيضا المحافل الدولية سواء في داخل قطر أو في الدول الشقيقة التي تقيم هذه المحافل وأيضا السباقات الرئيسية. المركز الرابع مشاهدينا الأعزاء السعدي لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، المشاقب يتابع السعدي وهو محمد بن خالد العطية والمضمر العالمي أيضا يتواصل مع السعدي. ننتقل إلى المركز الخامس، ومن يتقدم مناور لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن جاسم بن عبد العزيز آل ثاني، المضمر صالح بن محجوب السوداني. هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة الأولى. أعود إلى مقدمة الشوط وإلى الوعب. الوعب الوعب مشاهدينا الأعزاء، وهذا الاسم الذي رافق عزبة سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني مع المضمر الذهبي. دائما نشاهد الوعب اللي نقول عنه ما يعرف التعب، يا سلام وشوطه صعب. هذا هو الوعب يا جماهير التراث ويا محبين وعشاق الأصالة. على صدارة الشوط ينطلق ويواصل العزف الأصيل والرقص الشحاني الممتاز، يا سلام الوعب 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 لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، ينفرد بالكادر الفوقاني ويبتعد عن كل هذه القعادين والجذاع القعدان المشاركة في هذا الشوط. واثنين كيلومتر تفصل الوعب عن ناموس الشوط وعن المركز الأول وخط النهاية. الله، تضمير مع سالم بن فاران، ولكن دير بالك يا بن فاران، دير بالك يا أخوي. أشوف المركز الثاني القادم هنا السعدي لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، التضمير مع محمد بن خالد العطية، بينما المركز الثالث هنا الشجاع لهجن الرئاسة التابعة لدولة الإمارات والمملوكة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، التضمير مع أحد الخبراء وفطاحلة التضمير وعمالقة التضمير راشد بن بخيت بن مقارح المري. ننتقل إلى المركز الرابع، ومن يتقدم على المركز الرابع هناك مناور لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن جاسم بن عبد العزيز آل ثاني، التضمير مع صالح محجوب. والمركز الخامس ومن يتقدم هنا وهنا عجلان لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، والتضمير مع حمد بن علي بن حلفان. المركز الخامس أيضا قدوم عليه من خلال التسلل السيف لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، التضمير مع علي بن حمد بن مقارح. 1200 متر أو علي بن حمد بن جرحب، بالفعل علي بن حمد بن جرحب هو من يتابع المركز الخامس، ولكن الوعب 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 مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام ما زال يواصل الانطلاق وأيضا يبتعد وأيضا بدون أي
هي التعليمات الكيلو متر الأخير الكيلو الأخير، ولكن أرى عجلان وأرى الشجاع يتقدمون ويهجمون على المركز الأول. يا سلام، هجن الرئاسة قادمة مع الشجاع والتابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. غير في هذه اللحظات، غير الشجاع في شوط الشجاعة في شوط الأبطال، ولكن من هناك عجلان 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 والشجاع، ومعركة مسائية في هذا الشوط. تتجدد المنافسة مشاهدينا الأعزاء في أشواط الإثارة، أشواط القوة، أشواط ميدان التحدي. شجاع 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 على مقدمة الشوط، هجن الرئاسة مع شجاع، وفي التضمير راشد بن بخيت بن مقارح المري، ولكن عجلان 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 لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. عملية التضمير مع حمد بن علي بن حلبان، وأيضا بن مقارح أعصابه حديد في هذا الشوط. العصا قوس، ما تحركت العصا أبدا أبدا مع الشجاع، وخبرة في التضمير بالفعل بالفعل بالفعل. صدقت أبو خميس عنده خبرة هذا المضمر. يا سلام، إذن هجن الرئاسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. يبدو بأن الشوط خلاص قفل عليه الشجاع، وبدون أي تعليمات بدون أي أوامر، ما أطلق عليه بن مقارح هذا الاسم إلا لعلمه بإمكانياته ومقدرته. تهانينا القلبية، تهانينا القلبية لهجن الرئاسة في المملوكة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وإلى المضمر راشد بن بخيت بن مقارح الشجاع ينتزع ناموس الشوط. تهانينا والناموس المركز الثاني. عجلان لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. المركز الثالث السعدي لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. المركز الرابع الوعب لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. بينما المركز الخامس مبعد لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. هذا الشوط يتجه مشاهدينا الأعزاء إلى الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وإلى الوثبة عاصمة الميادين، وإلى هجن الرئاسة. 7:45 42 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الرئاسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتهاني للمضمر راشد بن بخيت بن مقارح المري. المركز الثاني عجلان، وتوقيت عجلان 7:47 جزء من الثانية. تهانينا لمالك عجلان سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، وتهاني أيضا للمضمر حمد بن علي بن حلفان المري. بينما المركز الثالث السعدي، وتوقيت السعدي 7:47 92 جزء من الثانية. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع.